النداءات مش اسقاط الحكومه، مش اسقاط وزير الداخليه، كل النداءات ارحل يا بلحه، كل النداءات موجهه ضد السيسي. الشعب الحقيقه ادرك ان اللي ورا القصه دي كلها عبد الفتاح السيسي. انتهى عبد الفتاح، رصيدك خلص، انتهى صدقني. والكل يوم او يوم عن يوم بتكبر، والناس بدات تتعلم تخرج المظاهره وتصور وتقول التاريخ وتبعت وخلصت القصه. اول يوم لو تخيلتي عبد الفتاح كانت الحكايه قليله قوي الصبح، وطلع اعلامك يقول مفيش حاجه، مفيش حد طلع، وريني المظاهرات. بعد كده بدا اعلامك يفوق لما الامن الوطني قال لا حصلت تجمعات، لما المخابرات قالت ايوه تجمعات في مناطق غير ساخنه لكنها مهمه. اقول لكم بقى الافدح، عبد الفتاح، وده من الاستاذ يعني من احد المصادر العسكريه، عبد الفتاح مجتمع مع رجاله من المجلس العسكري تخوفا من يوم الجمعه. عبد الفتاح المعلومه هي حضرات في لجنه في الامانه العامه لوزاره الدفاع الان النهارده يعني بيدرسوا الوضع وبيقيموا الحراك، وكانت اللجنه دي في 2019 برئاسه المشير طنطاوي، دلوقتي بتعقد في امانه وزاره الدفاع. في سنة النهاردة في 2020 عباس كمل حضر بنفسه الجلسة، ودعوة المظاهرات دي قلقاهم جدا، خصوصا اللي قلقهم أكتر الجمعة الجاية. هم بيقولوا في اللجنة دي إنه الناس بتطلع في يوم أو أيام شغل، هم مستنيين يشوفوا الشعب هيتفاعل إزاي مع الحراك يوم الجمعة يوم أجازة، فهم متخوفين جدا 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 من يوم الجمعة. أنا بقول لكم أهو وقسما بالله المعلومة دي خدوها مني كده ثقة. لجنة أمانة وزارة الدفاع اجتمعت بيدرسوا الوضع، اللجنة دي كانت برئاسة في 2019 المشير طنطاوي، دلوقتي حضرت انعقدت وبيدرسوا الوضع، وكان على رأس الجلسة كان عباس كامل شخصيا، وقلقاهم جدا، قلقهم جدا الدعوة دي والمظاهرات المستمرة، ومستنيين يشوفوا او بيدرسوا سيناريوهات يوم الجمعه القادم، وبيتسائلوا يا ترى الشعب هيتفاعل ازاي مع يوم الجمعه؟ خايفين منكم، خايفين من يوم الجمعه، لو طلعتوا الجمعه هتدخلوهم كلاب، لو طلعتوا يوم الجمعه هتوروهم حجمهم الحقيقي. الجيش بيدرس ماذا سيفعل الشعب يوم الجمعه؟ ارجوكم. عشان كده خليل عناني الحقيقه، بس هات البوست الاول بتاع خليل عناني عشان اقول لكم قال ايه الاستاذ خليل عناني في بوست كتبه، قال كلام مهم قوي. قال لو استمر الحراك الحالي في الشارع المصري حتى يوم الجمعه يمكننا الحديث عن انتفاضه اخرى سيكون لها ما بعدها. خلصت. لو استمر الحراك الحالي في الشارع المصري حتى يوم الجمعه يمكننا الحديث عن انتفاضة أخرى سيكون لها ما بعدها. يا حضرات شدوا حيلكم. أنت عايز تعرف دلوقتي شوية المظاهرات اللي طلعوا 50 هنا و150 هنا و20 هنا عملوا إيه في السيسي؟ تعالوا أوريكم أول نتائجكم. تعالوا أعدلكم دلوقتي أول النتائج بتاعتكم. ال50 واحد هنا وال20 واحد هنا، تعالى اوريكم عملوا ايه في نظام عبد الفتاح السيسي. لا الله يخليك استناني، بس خلي المراسلين يستنوا سنه. شجعوا الناس، قولوا للناس انتوا لما نزلتوا تجمعات قليله عملتوا ايه؟ اتفرج علاء عابد نفسه اهو الحقيقه راح اطفيح، راح قريه الكوايد دي ولا الكايده دي عشان يقعد مع رجاله اطفيح. اتفضل ادي علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان في برلمان علي العجلاتي، اسمع بيقول ايه. يمشي ورا واحد قاعد بره وعمال يسخن شباب صغير 8 سنين و9 سنين و10 سنين و12 سنه و15 سنه، عرف ايه ده؟ ولا شاف ايه؟ ما شافش الويل اللي شافه الراجل الكبير اللي كافح عشان يربي ويتجوز ويشغل 100 مليون؟ ما شافش لما البلد بتتبني بعد ما شفناها في 2010 بتروح مننا؟ والله العظيم البلد الوحيده اللي مكمله هي مصر. أنا لفيت كل العالم، كل الدول العربية، فإحنا نيجي النهاردة نقول لكم الداية فيها وفيها وفيها، أصبح فيها وفيها وفيها، قال أنا أرضاها عليكم ولا أنتوا ترضوا على نفسكم. شباب صغير نجيبهم نقعد معاهم، عمال نجيبهم نقعد معاهم،
مصانع مقفولة نساعدهم نشغل المصانع ونحل بيننا وبين بعض، نروح للمحافظ والوزير ورئيس الوزراء ونقول له عايزين نحل، انما ما نخليش حد يضحك علينا. خلي بالكم وفكروا كويس. نزل الجزار بتاع الداخلية البلطجي بتاع بسنت، نزل عشان يتحايل على رجالة الكوايد أو الكايدة دي عشان يقول لهم اقعدوا مع الشباب. بدأت تهل اهو شوية، المظاهرات القليلة دي عملت جو اهو، الكداية قصدي عملت جو اهو، والراجل أول مرة في حياته يعرف الكداية دي فين. علاء عابد جزار الداخلية جوز بسنت جوز الست اللي كانت متجوزة الراجل بتاع الطيران، نزل الكداية عشان يقعد معاهم ويقول لهم نقعد مع الشباب نشوف المصانع اللي اتقفلت نعمل مش عارف ايه. كان هينزل علاء عابد من برجه العاجي ويروح الكداية، الا لما خرجت الكداية خد التانية. عايز بقى غير علاء عابد ده بيقول لك حتى نروح لرئيس الوزراء، نروح لرئيس البرلمان نعمل جو. انسى بقى التاريخ الاسود لعلاء عابد، سيبك منه مش وقته. خد ادي الاخبار الجديدة بدأت تندع اهي، مجرد ما انت خرجت بس بدأت تندع. العب اول خبر، العب وزير التنمية المحلية يقول لك ايه، رضا المواطن من رضا الاب والام. على طول بدأوا يتكلموا على رضاكم. وزير التنمية المحلية اللي هو شعراوي ده، رضا المواطن وتعويض ما فاته من خدمات شغلنا الشاغل، تواجد نواب المحافظين في الشارع محل تقييم لشغل المناصب العليا. ده جزار داخلية برضو ده، رئيس لجنة البنوك صندوق مصر السيادي يملك، وما تروجه الجزيرة شائعات وأكاذيب. العب اللي بعده، بعائد 15% من بنك ناصر التفاصيل الكاملة لشهادة رد الجميل. العب العب كمل، تقسيط قيمة التصالح في مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد وفقا للقانون. العب زيادة دعم الخبز والسلع التموينية لتوفير حياة كريمة لمحلول الدخل. اتفرج، عروض نازلة لك اهي، الجمارك تعديل الرسوم لبعض الأجهزة الكهربية سيخفض سعرها. بدأوا محدود الدخل في عيون الدولة 13 إعلان تتضمن 500,000 وحدة سكنية، ومليون مواطن تقدموا بأوراقهم، والسيسي يطلق مبادرة شقة لكل مواطن، ووزارة الإسكان تستعد لطرح 3 مشروعات جديدة أبرزها سكن لكل المصريين. العب تخفيضات تصل ل50% على مستلزمات المدارس في معرض أهلا بالمدارس. العب صدقني صدقني، مجرد ما حضرتك نزلت 50 20 واحد 30 واحد، شوف العروض بقت عاملة ازاي، اكتروا اكتروا، هتسمعوا عروض أرعب من كده. اكتروا شوية هتزلوهم وتوقفوهم عند حجمهم. اتفرج، أنا قلت الكلام ده، اسمع الكلام ده، إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مناسبة ومقدمات تتلائم مع الظروف الحالية والمستوى الاقتصادي المعدوم للشباب. ده كان كلام غير المخابرات، أخذ عبد الفتاح السيسي بيه وبدأ ينزل شقق لمحدود الدخل واجتماعي ومتوسط اللي أنا قلته لكم من يومين. الكلام اللقطة دي كانت قبل يوم 20، كانت يوم 19 يعني صباح 20. قلت لكم تقرير المخابرات قال له بالظبط نزل مجموعة قرارات قبل 23 سبتمبر، منها حكاية الإزالات دي انساها بقى، منها نزل وحدات سكنية. اتفرج على الخبر، تفاصيل طرح 125,000 وحدة سكنية اجتماعي ومتوسط تعرف على كيفية التقديم. النهاردة الخبر ده 21، ده كان امبارح 21/9. اتفرج، بدأ الأخ ينزل عروض عشان يسكتكم. حتى الإزالات بدل ما يشيلها زي ما المخابرات قالت له، قال لك هنأجلها، هنعملها تقسيط على 3 سنين بدون فوائد. يا حضرات، السيسي قدامه سيناريوهين زي ما قال محمود جمال. أولا عدم سماع الشعب والسير على نفس سياسته، وده يؤدي إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات. الثاني التراجع عن بعض قراراته لبعض الوقت لامتصاص موجة الغضب. ولكن من قراءاتي لتعامل السيسي مع حراك 19 إنه بعد هدوء موجة الحراك سيعود مرة أخرى لنفس سياسته وسينكل بالجميع. معلش يا مسعد، أنت كنت امبارح معايا شغال، أنا امبارح قلت بالنص كده، السيسي وقف وقال لرجالته والله تعدي الموجة وكله هيتحاسب. فأنا سألت ماذا يقصد أو بمن يقصد سيتحاسب، قال لي الشعب، هيحاسب الشعب. السيسي أهو أدي محمود جمال بيقول وسينكل بالجميع. امبارح قلت لحضراتكم إن تخيل المخابرة، إن الناس جاتني معلومة تقول إن بالنص كده الراجل قال تعدي الموجة دي وكله هيتحاسب، هينفخكم. أنا قلت قبل ما أختم الحلقة قسما برب السيسي وعد،
لو عدت الموجة هينفخكم، ما تخلوهاش تعدي، خلوها تعدي على جثته، خليها تعدي على بيته، اخلصوا صدقوني اوجعوا، خلاص خلصت القصة، هترجعوا البيوت كل العروض دي لازالت وهمية. هترجع تقول لي اصله قصت وقال وهمي، لحد دلوقتي انت ما تصدقوش. هذا الرجل، هذا الرجل لا نهاية لمطامعه ومطالبه ولا كلمة بيقولها بيحترمها. هذا الرجل أقسم بكتاب الله 40,000 مرة ولا مرة وفى بوعده، منها 3 مرات أقسم على الدستور وخنس بعهده، منها كمان مش بس كده، ده منها حلف بالله قدام الناس كلها إن الناس لو زعلانة مني همشي. قال والله والله والله، هو رجل لا نهاية لمطالبي وأيضا لا وفاء لوعده ولا كلمته. اخلصوا دوسوا أكتر.